بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد بخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم واحد الأمر مهم بزاف اللي كيخص نتائج الدورة الأولى بالنسبة للسلك الابتدائي وكذلك بالنسبة للسلك الإعدادي والثانوي. إذن كما كتشوفوا في عنوان الفيديو: بعد إجراء آخر فروض الدورة الأولى الكل ينتظر النتائج. سنتعرف من خلال هذا الفيديو موعد الإعلان عن هاته النتائج. إذن هذا الفيديو درته من أجلكم، مرحبا بكم. إذن بعد إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة يبدأ الكل في التساؤل حوله. إذن من بعد ما كيجتازوا التلاميذ والتلميذات آخر فروض المراقبة المستمرة كيبدأ الكل في التساؤل، لا بالنسبة للتلاميذ وكذلك بالنسبة لأولياء الأمور، كيبدأوا في التساؤل حول موعد الإعلان عن نتائج الدورة الأولى، أي بيانات النقط الخاصة بالدورة الأولى أو المراقبة المستمرة الأولى بالنسبة للموسم الدراسي الحالي 2020-2021. إذن في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على هذا السؤال اللي كيحير جميع الأسر، هو فوقاش نتائج ديال الدورة الأولى بطبيعة الحال بالنسبة للتعليم الابتدائي وكذلك بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي. يعني غادي نعرفوا فوقاش التلاميذ غادي يشدوا النتائج في السلك الابتدائي وكذلك في التعليم الثانوي بسلكيه، السلك الإعدادي والسلك الثانوي. إذن المصدر ديال المعلومات اللي غادي نقولها لكم في هذا الفيديو هو المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية بتاريخ 5 غش 2020. إذن المقرر الوزاري هو هذا مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تنظيم السنة الدراسية 2020-2021 قطاع التربية الوطنية. إذن هذا المقرر الوزاري كينظم السنة الدراسية كاملة، كينظم فوقاش كيكونوا الفروض ديال المراقبة المستمرة، كينظم فوقاش كيتم استصدار النتائج، كينظم كذلك فوقاش كيكونوا الامتحانات الإجهادية. إذن من خلال هذا المصدر الموثوق غادي نقول لكم الموعد ديال الإعلان على نتائج الدورة الأولى في كل المستويات بالنسبة للتعليم الابتدائي وكذلك بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه، سلك الإعدادي والسلك الثانوي. إذن وبالضبط الباب الخامس وهي المراقبة المستمرة والامتحانات. يعني الباب الخامس من ماذا؟ الباب الخامس من المقرر الوزاري الخاص بالمراقبة المستمرة والامتحانات. هنا فين غادي نلقاو ماذا؟ غادي نلقاو المواعيد ديال إجراء الفروض وكذلك المواعيد ديال الامتحانات وكذلك المواعيد ديال بيانات النقط أو النتائج عبر منظومة مصر، مفهوم؟ إذن هذه المسألة ديال المراقبة المستمرة والامتحانات كاينة في الباب الخامس. هنا فين غادي نشوفوا جميع الأمور المتعلقة فوقاش خصنا نجريو الفروض، فوقاش خص الأساتذة يدخلوا النقط في مصر، فوقاش غادي يتم استصدار بيانات النقط عبر منظومة مصر. إذن أهم المحطات الخاصة بالأسلوب الدوس الاول في التعليم الابتدائي، اول حاجه غادي نشوفوا التعليم الابتدائي دائما تحت لواء المقرر الوزاري، مفهوم؟ اذا الاسدوس الاول بالنسبه للتعليم الابتدائي: اولا اجراء فروض المراقبه المستمره ومسك نقطها عبر منظومه مسار مباشره بعد عمليه التصحيح. عندنا اجراء اخر فروض المراقبه المستمره ما بين 12 و16 يناير، يعني ما بين 12 شهر 1 و16 شهر 1 كيتم اجراء الفروض. مسك نقط اخر فروض المراقبه المستمره ما بين 14 و19 يناير، يعني ما بين 14 شهر 1 و19 شهر 1 واحد، يعني 19 هو اللي غدا اخر اجل لمسك نقط المراقبه المستمره عبر مسار. ثم اخيرا استصدار بيانات النقط عبر منظومه مسار ابتداء من 22 يناير 2021، وهذه هي اللي كتهمنا وكتهمنا في هذا الفيديو. اذا استصدار بيانات النقط عبر منظومه مسار ابتداء من 22 يناير 2021. يعني في التعليم الابتدائي غادي يكون بامكان المدير انه يخرج البيانات ديال النقط، يعني يخرج النتائج ابتداء من 22 يناير، يعني ابتداء من الجمعة 22 يناير 2021، يمكن يكونوا النتائج واجدين ويمكننا نوزعهم يومي الجمعة أو السبت وكذلك بعد العطلة. إذا نهار 22 يناير 2021 التلاميذ والتلميذات ديال التعليم الابتدائي غادي يكونوا عارفين راسهم واش جايبين النقط مزيانه ولا لا، يعني غيكونوا عارفين النقط ديالهم. اجي نشوفوا الان المحطات الخاصه بالاسدوس الاول بالنسبه للتعليم الثانوي. داكوغ، اذا بالنسبه للتعليم الثانوي، اذا تجرى فروض المراقبه المستمره في التعليم الثانوي الاعدادي
وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الصدد. إذا ويتم تصحيحها واستثمارها مع المتعلمة والمتعلمين في الفترات الآتية: إجراء فروض مراقبة مستمرة في نفس الفترة من 12 ل 16 يناير، مسك نقاط آخر فروض المراقبة المستمرة كذلك من 14 ل 19 يناير 2021، وكذلك استصدار بيانات النقاط عبر منظومة مسار ابتداء من 22 يناير 2021. إذا نفس المحطات ديال التعليم الابتدائي هي نفسها كاينة في التعليم الثانوي. إذا الاستنتاج اللي ممكن نستنتجو من هاد المعلومات كاملة هو أنه ابتداء من 22 يناير إن شاء الله يمكن لكم أنكم توصلوا بالنتائج ديالكم، لا بالنسبة للتعليم الابتدائي وكذلك بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والثانوي. إذا هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، وإن شاء الله تجيبوا شي نقاط مزيانة في هاد الدورة الأولى، وزيدوا اجتهدوا إن شاء الله باش تجيبوا نقاط أفضل في الدورة الثانية. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.